الحمد لله ولي الصالحين وناصر المؤمنين وعدو من عاد الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة محب لأهلها ومن عمل بها إلى يوم الدين، ومعاد من عاداها وعاد أهلها إلى يوم الحق المبين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وقدوة الموحدين الذي أحب في الله وأبغض في الله ليحقق أوثق عرى الإيمان والدين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار الذين أظهروا البراءة من الشرك وأهله في كل الميادين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل بين الكافرين والمؤمنين. أما بعد، أيها المسلمون، إن خير ما يوصى به تقوى الله عز وجل، فهو عصمة من الأمان مكينة، وجنة دون الفروطات حصينة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالزموا رحمكم الله تقوى إله العالمين، فإنها عز وحفظ في الدنيا ويوم الدين. أيها المسلمون، إن من الحلاوة واللذة التي لا يجدها إلا المؤمنون حلاوة الحب في الله والبغض في الله، تلكم الحلاوة التي حال بين كثير من الجهال وبين تذوقها ضعف الإيمان، ومنعهم التمتع بها رضاهم بالحياة الدنيا واطمئنانهم إلى زخارفها، ومدهم الأعين إلى ما متع به الكافرون من زخرفها وزهرتها. عباد الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذه حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا أيها الأحبة، كانت لا إله إلا الله ولاء وذراء، نفيا وإثباتا، ولاء لله ولدينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبراء من كل طاغوت عبد من دون الله. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم هي يا رعاكم الله نفي وإثبات، تنفي أربعة أمور وتثبت أربعة، تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. فالآلهة كل ما قصد بشيء من جلب خير أو دفع ضر فهو آلهة، وكنت جعلته مألوها له إن طلبت منه ذلك. والطواغيت هي كل ما عبد وهو راض أو رشح للعبادة. والأنداد كل ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مال أو عشيرة. قال ربكم سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته. قال الله عز وجل عن النصارى واليهود: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وبغض ذلك أيها الأحبة، بغض ذلك تثبت لا إله إلا الله أربعة أمور هي القصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء. يقول ربكم سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الخوف والرجاء يقول ربنا سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن عرف هذا حقيقة المعرفة قطع العلاقة مع غير الله،
ولا تكبر عليه جهامة الباطل، وعمل بمقتضى لا إله إلا الله فبلغ التقوى. إذ الإيمان يزيد بالعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا بها أدبناه، وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة، أبلغوها عني الناس. ولا بد يا رعاكم الله من تحقيق شروط لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وأسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا الله، وهي العلم المنافي للجهل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واليقين المنافي للشك. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك. قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والصدق المنافي للكذب. قال ربنا سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وعند الحاكم وغيره بسند صحيح ووافقه الذهبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله بطاعة الشيطان والهوى. قال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك. قال سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عتبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يكن مقبولا، وإذا كان خالصا ولم يكن موافقا للسنة كان مردودا. فلا بد من شرطين أساسيين لقبول العمل، وهي أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون موافقا للسنة فيكون بذلك العمل مقبولا. والشرط السابع هي المحبة لهذه الكلمة ولمن قال هذه الكلمة وما اقتضت هذه الكلمة وبغض ما ناقض هذه الكلمة ومن ناقضها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: شرط المحبة أن توافق من تحب، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. ومن لوازمها البغض في الله والبراءة من الكافر والنصح لكل مسلم، فذلك أوثق عرى الإيمان. فعند الطبراني وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء هما القضيتين العظيمتين في هذه الأيام التي جهلهما كثير من الناس. فالولاء هو المحبة والنصرة والإكرام والاحترام ظاهرا وباطنا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وموالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال ظاهرا وباطنا. والبراءة هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعداء والإنذار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول. عباد الله، ألا وإن من صور موالاة أعداء الله الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم، وهو ناقض من نواقض الإسلام التي جرى الإجماع عليها، نقل الإجماع غير واحد من السلف. ومن صور الموالاة التولي العام واتخاذهم أعوانا وأنصارا. قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: أي من اتخذهم أعوانا يواليهم ويظاهرهم على المسلمين فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله الكفر. قال سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جرى العدل الإلهي أن من والى الكفار واتخذهم أولياء وتولاهم كان كافراً مثلهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: أخبر الله عز وجل أن متوليهم هو منهم، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال سبحانه وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ومن صور الموالاة الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومن الموالاة يا رعاكم الله مودتهم ومحبتهم، قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن الموالاة الركون إلى الكفار، قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. والركون إليهم الاستناد والاعتماد عليهم، وكذلك مداهنتهم ومداراتهم على حساب الدين. قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وصور الموالاة أكثر من أن تحصر، فتنبهوا يا رعاكم الله لموالاة الكفار وحاذروها وجانبوها. أيها المسلمون، لقد جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالبراءة من المشركين والكفار، وشرع في ذلك أحكاما عملية، منها أن الله عز وجل أمر بقتالهم وجعل ذلك أذانا، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. حتى قال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآية أجمع العلماء والمفسرون على أنها آية السيف، وأنها ناسخة لكل ما سبقها من الآيات التي تأمر بالصبر وعدم القتال. ومن صور البراءة من الكافرين العملية منع الزواج منهم، قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ومن صور البراءة من المشركين العملية أيضا منعهم الدخول إلى الحرم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وكذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة في دار المشركين، فعند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراهما. أيها المسلمون، لا تزال حلقات الكيد للمسلمين تتتابع، ومكر المتربصين يتسارع، وقوى الحق والباطل تتصارع. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتأتي على الأمة الفواجع والزوابع لتظهر دخيلة أهل النفاق والشقاق وسوء طويتهم، وتكشف رداء المدارات وتمزق ثوب المراوغة. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم
ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويأتي الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام وعلمائه وأهله وأسسه وثوابته ومناهجه وبلاده من ذوي الفكر المقبوح والتوجه المفضوح ليؤكد أن من بين صفوف هذه الأمة أدعياء أخفياء كاذبون في الولاء والانتماء سلكوا مسالك عدائية وطرحوا في تضاعيف الصحف أفكارا علمانية لا دينية شمخ كل واحد منهم بأنف من الجهل الطويل واحتسى من قيح الخبث وقبح الأباطيل ونطق بالزور وافترى الأقاويل. قوم بهت دنسوا وجه ما كتبوا عليه من قرطاس ولطخوه بعقائد الشك والجحود والوسواس مقالات شوهاء وكلمات أرجاء وحماقات خرقاء تبت يدا من خطها وتب ألسنة شأنها الإفك والخطل وقلوب أفسدها سوء العمل يريدونها فتنة عمياء ويبغونها حياة عوجاء. نقد بلا علم وحوار بلا أدب غث فارغ واستخفاف ماكر أسافل علت لن تعلو من كرم وأقزام تطاولت وأقلام مأجورة تهافتت على الزور وتعاهدت. فكان حقا على كل مسلم أن يكشف ضلالهم ويدفع أباطيلهم. شراذم قاصرون وشذاذ أفاكون جاءوا ببضاعة غربية اسمها العلمانية وحقيقتها اللادينية وهدفها إزاحة الإسلام عن الحياة بالكلية. يدعون أمتهم إلى مذاهب الغرب في الحكم والإدارة وسلوك مسالكهم في الوضع والتشريع. يحاربون الولاء والبراء. فلماذا يحاربون ولمن يريدون أن يكون الولاء والبراء؟ نوالي من ونعادي من ونبغض من؟ نعم يريدون أن يوقعوا لنا في ولاء وبراء، ولاء من يحبون وبراء لمن يبغضون. تخبط ظاهر وظلم جائر وانتكاسة جلية وحرب عقدية. يدعون إلى التسامح وهم يسلكون مسالك عدائية ويطرحون أفكارا تبعث على الإثارة والشحناء ويكتمون الرأي الآخر ويعادونه ويصادرونه ويدعون الوسطية بأبشع ما ترى من تطرف وغلو وشذوذ وانحراف وشطط. ينظرون إلى أمتهم بازدراء وإلى تاريخها باحتقار وإلى قيمها وأخلاقها بإهانة واستصغار. أيها المسلمون، إن كل من شذ عن دين الله القويم أو بغى فيه بعناد أو سعى فيه بفساد فهو الشانئ الأبتر والعدو الأصغر والأحقر. أمره إلى وبال وفكره إلى سفال، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن سب الله أو سب رسوله أو تنقصه أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين واستهزاء بالقرآن أو أسقط حرمته أو تكررت ردته فلا يجهل أحد حكم الله فيه ولا يرجى منه خير ولا صلاح ولا إصلاح. عباد الله، من رام هدى في غير التوحيد ضل، ومن رام إصلاحا بغير الإسلام زل، ومن رام عزا في غير الإسلام ذل، ومن رام أمنا بدون التوحيد ضاع أمنه واختل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما تبتغين العزة بغيره أذلنا الله. ولن يكون للباطل نماء ولا لأهل الزيغ بقاء ما دمنا على الحق دعاه وللعالم هداه وللخير بناه. ومتى كنا آمرين بالمعروف صدقا ناهين عن المنكر حقا فإن الباطل إلى اندحار وأهله إلى انحدار والحق بإذن الله إلى ظهور وانتشار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، الثبات أمام ملتطم العاديات ومستنقع المتغيرات. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر،
الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. فحثوا المطي وأرخوا من أزمتها، وانزعوا إلى دار لا ينصرم نعيمها ولا يحيل مقيمها، واستمسكوا بدينكم وعضوا عليه بنواجذكم، وانقادوا لحكمه واخضعوا لإرشاده، تسلموا من الفتن وتسلموا أنفسكم ودينكم وأمتكم من الضلال والزيغ والرداء. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، فإن فيهما راجعا لمن انزجر وبينة لمن ادكر. قلت ما سمعتموه آنفا، توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.